حتتكونين امرأة قيادية، لازم تكونين سباعية وعندك القدرة على التخطيط والتأثير بالآخرين، وأهم شيء تكون عندك روح المبادرة وروح التعاون. منار الزبيدي 39 سنة، صحفية وناشطة نسوية قانون. أنا بديت بالمجال الصحافة والإعلام من 2007، كان بشكل بسيط، بس بال 2009 تخصصت بمجال المرأة، قضايا المرأة، قضايا المجتمع. خلينا نشوف يلا شنو شاسب. قدرنا نأسس كثير من الفرق التطوعية وخلينا بها دور للمرأة وخاصة الفتيات الشابات. نهاية 2016 أطلقنا مبادرة أو حملة إنسانية اللي هي اسمها الغجر بشر. هاي الحملة كانت لدعم أطفال قرية الزهور في مدينة الديوانية اللي يسكنوها الغجر. احنا ركزنا بشكل اساسي على الاطفال باعتبار انه الاطفال هم المستقبل لبناء اي مجتمع. بدينا بالبدايه في مرحله تاهيليه اللي هي تاهيل الاطفال في خيم في نفس القريه، وكانت ايضا التاهيل نفسي واجتماعي وايضا تعليمي. بعدين الحملة مالتنا ما توقفت عند هذا الحد، وإنما شملت المطالبة بأهمية رفع الاستثناء عن هوية الأحوال المدنية لهذه الفئة، والمطالبة بمنحهم البطاقة الوطنية، وأيضا الحمد لله جابت نتيجة. يلا أنا أطمح أيضا إلى أنه إلى تأسيس مركز قانوني مجتمعي بصراحة يكون مختص بتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء. نفتقر إلى وجود هكذا مراكز في مناطقنا مع وجود كثير من النساء اللي محتاجين إلى هذا النوع من الدعم.